رؤية مصر في التوسع في تصميم وتنفيذ المدن الذكية باختيار العاصمة الإدارية لاستضافة فعاليات المؤتمر الدولي للمدن الذكية، حيث تعد أول مدينة ذكية في مصر. المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار العلمية حول استثمار التكنولوجيا الحديثة في المجالات المختلفة وتوظيفها لتحقيق جودة حياة أفضل للأجيال الجديدة. المدينة اللي احنا فيها النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة اللي هو الحقيقة مثال طيب على تطبيق مفاهيم المدن الذكية في العمران المصري الجديد من خلال هذه المدن. دور التعليم العالي والجامعات والمراكز البحثية في دعم هذه المدن من خلال البرامج التعليمية اللي احنا اولا بنقدمها لأولادنا الطلاب والمشروعات البحثية اللي بتتم من خلال مداخل حديثة لربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع وخطط التنمية في الدولة. المدن الذكية هي الذراع الفني للجمهورية الجديدة، ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر الذي يناقش وضع رؤية مستقبلية لفكرة المدن الذكية والتي شهدت تطورا كبيرا، حيث أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي طرأ على تصميم المدن الذكية يجعلها نموذجا واعدا في خدمة المواطنين. موضوع المدن الذكية وارتباطه بالتنمية المستدامة، لأن التنمية المستدامة الحقيقة هي المظلة اللي تحتها بنتكلم في كل حاجة، سواء كان تحول رقمي مدن ذكية كل ما يخدم التنمية المستدامة، وحتى ما يخدم قضية التغير المناخي بنتكلم دايما في إطار واحد من معاه. فخور بهذا الحدث، وهو هيبقى مؤتمر الأول، لكن أعتقد أنه هيبقى سنة يعني هننتهجها في السنين القادمة في نفس الموعد بأجندة ثابتة. وهذه الوسائل النقل الحديثة والتكنولوجيا الحديثة بتؤثر في التقييم للوحدات اللي في المدن الذكية، ولأن من أحد العوامل في تحديد سعر الوحدة أو في رفع سعر الوحدة الخدمات، ومن أهم الخدمات وسائل المواصلات، فبالطبع النقل عليه عامل كبير جدا في بالنسبة لسعر الوحدات وفي المدن الذكية أو غير الذكية. لكن طبعا وسائل النقل الذكية مع المدن الذكية ستؤثر تأثير كبير في المرحلة القادمة بإذن الله. المؤتمر يناقش 100 بحث علمي منشور من عدة باحثين يمثلون 40 جامعة محلية و30 جامعة عربية وأجنبية. كما تشهد فعاليات المؤتمر مسابقة دولية في مجال المدن الذكية، حيث تقدم لها حوالي 183 فريقا تم تصنيفها إلى 12 فريقا، وسيتم إعلان الفائزين وتقديم الجوائز في نهاية فعاليات المؤتمر. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للمدن الذكية 2023 المقام في العاصمة الإدارية الجديدة يؤكد خطى مصر نحو إنشاء مدن ذكية جديدة تستخدم وسائل نقل حديثة من أجل رفاهية المواطن. من العاصمة الإدارية الجديدة مقر انطلاق المؤتمر، كريم كمال، التلفزيون المصري.